سامي، إذا أنا حاولت أن ألخص أبرز هذه الكلمات خلال هذه الجلسة، ربما لديك أنت المزيد من التفاصيل. نعم كمال، حقيقة أن الكلمات الافتتاحية لنيكولاي باتروشيف رئيس أمين مجلس أمن روسيا الاتحادية وللوزير سيرجي شايغو ولرئيس هيئة الأمن الفيدرالي الروسي تحدثوا جميعهم عن سبل مكافحة الإرهاب وعن المعوقات التي تكون أو تتواجد في ظل مكافحة الإرهاب. تحدثوا عن الدول التي تعيق مكافحة الإرهاب وتدعم الإرهاب من جهة أخرى. أيضا تحدثوا في كلماتهم الافتتاحية عن لابد من إيجاد آلية ووضع آلية تعمل على مكافحة الإرهاب الذي بات يعود من الشرق الأوسط ومن العراق إلى مناطق آسيا وأفريقيا حتى إلى أوروبا. تحدثوا أيضا عن أن هناك بعض الدول تعيق عملية مكافحة الإرهاب وتعمل على إيجاد أرضية للإرهابيين. أيضا النقط الأساسية للكلمات الافتتاحية هي في إيجاد أرضية تعاون بين جميع الدول، كانت في أوروبا أو في أفريقيا، لتجفيف المنابع الاقتصادية للإرهاب والبشرية أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذين يجندون العديد من الإرهابيين، وقف الهجرة الغير قانونية والتي هي أيضا أساس في تفشي الإرهاب إن كان في أوروبا أو إن كان في آسيا. يعني بالمجمل كمال، جميع الكلمات عبرت عن يجب تضافر الجهود وعدم العمل على إعاقة الدول التي تعمل على مكافحة الإرهاب، وأيضا تجفيف المنابع الاقتصادية للإرهاب. أيضا الوزير شايغو تحدث عن حلف الناتو الذي بات يقترب من الحدود مع روسيا ولكي العمل على وقف هذا التمدد والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي أساس العمل المشترك لمكافحة الإرهاب. معنا حول ذلك كمال نستضيف سالم زهران، هو أحد المشاركين، رئيس مركز الارتكاز العربي، وهو أيضا أحد المشاركين في هذا المؤتمر. سيد سالم، نرحب بك على قناة روسيا اليوم. أهلا وسهلا سيد سالم. يعني أريد أن أسألك، يعني هذا المؤتمر هو المؤتمر السابع وأنت حضرت أعمال المؤتمر السادس، ماذا يختلف المؤتمر السادس عن المؤتمر السابع من حيث التشكيل ومن حيث التنظيم ومن حيث الكلمات أو النقاشات التي هي مطروحة على ساحة هذا المؤتمر؟ في الشكل واضح أن الجانب الروسي تحديدا وزارة الدفاع الراعي الأول لهذا المؤتمر قد صرفت جهدا كبيرا في المؤتمر السادس ووفرت تعبا في المؤتمر السابع. يبدو لي في الشكل نفس التنظيم، خاصة أن في هذه القاعة يجتمع خصوم من دول بينها معارك واقتتال، لذلك الشكل مهم على قدر المضمون. أما في المضمون، في العام المنصرف كان وزير الدفاع شايغو يعد بأنه سوف يقطع رأس الفاشية الداعشية. هذا العام برأيي أن شايغو قدم رأس الفاشية الداعشية على طبق إلى كل العالم وليس إلى الشعب السوري وروسيا الصديقة. لكن أيضا هناك ناقوس خطر قد دقه وزير الدفاع وباقي المتحدثين بشكل خاص من المسؤولين الروس، وجهوه إلى أوروبا، وجهوه إلى الغرب، وجهوه إلى الناتو بأن احذروا إنكم تلعبون بالنار ولقد اقتربتم من حدود روسيا الاتحادية. كما ولفتني أيضا في الكلام الحديث عن الدور الغربي السلبي في مسألة مكافحة داعش، بينما في المؤتمر السادس كان هناك دعوة تعامل واحد الجهود. في المؤتمر السابع يقولون لهم لقد قضينا على داعش في سوريا، لكن هذه المجموعات بدأت تنتقل إلى أوروبا، مصلحتكم أنتم بالتعاون الآن. سيد سالم، يعني ما سمعناه
يعني بعبارة أو بأخرى أن داعش قد انتهى، وننتقل الآن لتسوية سياسية ولإعادة إعمار سوريا. كيف يستطيع المجتمعون هنا المساهمة بتعجيل الحل السلمي في سوريا والانتقال إلى مرحلة إعمار سوريا؟ نعم، الذي يراقب المشهد السوري يرى أن هناك تدريج. في البدء نعم كان هناك معركة عسكرية كبيرة وطاحنة سقط فيها شهداء للجانب الروسي للجانب الإيراني للجانب السوري وهو الأساس، فضلا عن قاتلي حزب الله اللبناني الذين قاتلوا في مكافحة داعش. لكن من بعدها كان هناك عناوين، العنوان الأول مناطق خفض التوتر، العنوان الثاني المصالحات الشعبية، والعنوان الثالث الذي بدأنا نتلمسه في دوما هو الإدارة المحلية المشتركة لكن من دون سلاح. برأيي أن الجانب السوري وأصدقائه يعرفون تماما ماذا يفعلون. نعم الحديث عن إعادة الإعمار أصبح جديا، ونعم إن الدول التي كافحت الإرهاب لابد هي أن تكون شريكة في إعادة الإعمار، ونعم إن بعض الذين هدموا سوريا على رأسهم فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يرغبون بأن يستفيدوا من الإعمار كعادتهم. لكن برأيي الرسالة واضحة، لا تعاون في إعادة الإعمار إذا لم يكن تعاون في مكافحة الإرهاب. سمعنا أن ترامب تحدث عن خروج القوات الأمريكية من شرق الفرات، والبنتاغون يعني يستغرب هذه التصريحات ولا يؤكدها. ما أسباب هذا الحديث من قبل ترامب، وهل تعتبرون أن هذه مناورة أمريكية من أجل البقاء في سوريا؟ لا، على العكس، ترامب هو رجل أعمال قبل أي شيء آخر، وهو رجل جاء من عالم الاقتصاد ولديه برنامج انتخابي قبل انتخابه ينفذه بحرفيته. هو يقول للسعودية، وبرأيي أن هذا التصريح ليس عبثا، أن يأتي تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. هو يقول للسعوديين بشكل غير مباشر، إذا لم تدفعوا تكلفة الحرب سوف أخرج من هذه الحرب التي تكلف تقريبا سنويا 200 مليون دولار. سيد سالم زهران رئيس مركز الارتكاز الإعلامي، شكرا على هذه المداخلة. نعم كمال، أعود إليك إلى الاستوديو في موسكو. هذا هو ملخص الكلمات الافتتاحية للمؤتمر السابع للأمن الدولي المنعقد في العاصمة موسكو. شكرا جزيلا لك سامي، وشكر موصول لضيفك الكريم على كل هذه المعلومات والتفاصيل.